العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ تعلموا السنة وأعملوا بالسنة وكونوا مع السنة، موتوا مع السنة. السنة هي التي تنجي في الدنيا والآخرة، يعني والبدعة دائما مهلكة. والإنسان لا يتعلم السنة بهواه، إنما يتعلم من أهل العلم.